بعد تعرضها للهجوم بسبب تجاهل العدوان الإسرائيلي على بلدها لبنان، ديانا حداد تفاجئ الجميع بما فعلته. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية صورة جديدة للفنانة اللبنانية ديانا حداد خلال قيامها ببعض التحضيرات لحفلها المقبل، وظهرت ديانا في الصورة وخلفها علم لبنان، حيث أرفقت الصورة بالتعليق التالي: ديانا حداد تشارك صورة من تمارين حفلها المقبل تعبر من خلالها عن حبها ودعمها لوطنها لبنان في هذه الأوقات العصيبة. في شو للبنان شيء غريب، بس لما بتشوف الأوضاع أنه هذا الشيء بريحك. هذا وكانت تعرضت ديانا حداد لهجوم واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شاركت مؤخراً منشوراً على حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام ظهرت فيه وهي مرتدية فستاناً من ذهب، وأرفقت ديانا البوست بتعليق قالت فيه: من خلال زيارتي لمعرض الشرق الأوسط في إمارة الشارقة للساعات والمجوهرات، شكراً مجوهرات الرميزان على الدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال. وكانت ديانا قد أقفلت خاصية التعليقات، ما أغضب الجمهور الذي رأى أن الوقت غير مناسب لنشر مثل تلك الصور بسبب الأحداث التي يعاني منها لبنان جراء الهجوم عليه من قبل العدو الإسرائيلي. وفي سياق منفصل، كانت قد نشرت ديانا حداد سابقاً مقطع فيديو أليم لطفلة فلسطينية جريحة نتيجة الحرب على القطاع، وأرفقته بالتعليق التالي: يا عمري أنت يا بنتي، شو وجعكن كبير، كيف بدنا نحكي لكم عن اللي صار بالمستقبل، عن قتل البراءة أو عن انعدام الإنسانية؟ يا رب يا صغيرتي تنسي الشي اللي شفتيه وعشتيه وشفناه بعيونك. وتابعت: الله يكون معكم ومن سواه يكون بجانبكم. وبعد أن اختفت الفنانة اللبنانية ديانا حداد عن مواقع التواصل الاجتماعي وأزالت جميع صورها، انتشرت أخبار حول احتمال اعتزالها الفن، وهذا ما نفته بعد أيام من انتشار الخبر، مشيرة إلى أنها قررت أن تأخذ قسطا من الراحة وتبتعد عن السوشيال ميديا في الإجمال. وبعد توضيحها نشرت فيديو ظهرت فيه بشكل غامض في مكان يسوده الظلام، وتوقع المتابعون أنها تروج لعمل جديد تحضر له، وأنها أرادت أن ترتاح لفترة قبل أن تعاود نشاطها الفني وتطلق جديدها في الأسواق قريباً.